انت ماشي كده ليه؟ اقول لك انا ماشي كده ليه، لان انا ماشي فعلا مخي مشغول وذهني فعلا مزحوم. يمكن انا من صباحيه ربنا يعني كنت قاعد بصور حاجات علشان خاطر البرنامج. نقول ولا ما نقولش؟ اقول ولا ما اقولش؟ ما اقولش. مهم يعني، بس يا عمرو اسكت. ايه ملهاش لازمه، ده كان موضوع مهم جدا 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 قوي خالص، بس هنتكلم عليه بعدين. المهم مخي مشحون ومزدحم بايه؟ اللي أصبح بجد بقى ده اللي ظاهرة، اللي هو فلان الفلاني يخش مكان أيا كان بقى، المكان ده محل، المكان ده كشك، زي ما يطلع الدخلة بتاعت أنت مش عارف أنا مين، أو أنا ابن مين، أو أنا هعمل وأسوي، والصوت يعلى وتبقى خناقة أو حدوتة. بص، اللي أنا أفهمه في حياتي وأظنه ده الطبيعي وده الصح، أظنه، صححني يعني لو أنا غلطان، ليك حق بتخش بتطالب بحقك بمنتهى اللطف. طيب اللطف ما ينفعش، بمنتهى الجدية وتجهم. طيب الجدية والتجهم ما ينفعوش، يبقى تمشي في المسار الطبيعي، تشتكي، وإذا كان المكان ده ليه كبير يعني شركة ولا مش عارف إيه، فأنت بتبعت الإيميل اللي محترم وتدور على الشخص المسؤول علشان تقوم باتصال، تقول أنا راجل ما خدتش حقي، حقي ده بقى خدمة، حقي ده منتج، إلخ 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 إلخ. قصة إن والله بكلمة بجد، كل ما أخش حتة دلوقتي يتقال لي يرضي حضرتك يا أستاذ يوسف، وياريت تتكلموا عن الموضوع ده في التلفزيون، إنه يخش حد يقعد يشتم ويهلل ويزعق ويقول لنا أنا فلان وأنا علان وأنا ابن ترتان وأنا ابن فلان. فأنا إجابتي على طول المباشرة لأ. إيه اللي حصل؟ أسمع في قصص وحكايات، ولا أشكك في هذه القصص والحكايات لسبب واحد، إنها في أكتر من مكان، في أكتر من جهة، في أكتر من حتة، واضح إنه الناس طول الوقت أو بعض الناس عايزين يعيشوا في دور ابن بارم ديله، مع إن مفيش حد بارم ديله. وأنا قلت قبل كده مفيش حاجة اسمها أنت مش عارف أنا مين، طز وإيه مش عارف أنا مين، أعمل لك إيه يعني؟ إيه مين يعني؟ ليك حق تاخده بالأدب وبالأصول بالقانون بس، لكن الزعيق وطولة اللسان والغلط ما يمشيش، ما ينفعش، خصوصا في النمط اللي احنا أو في التصور اللي احنا بنعمله كلنا، أظن إنه يبقى في حاجة اسمها الجمهورية الجديدة. الجمهورية الجديدة دي مفهوم لازم تبص عليه بشكل أكثر اتساعاً. الجمهورية الجديدة مش مجرد المدن الجديدة أو المدن الحديثة، ومش مجرد أنماط التعليم الجديدة والمتطورة والمختلفة. الجمهورية الجديدة لازم يبقى ثقافتك متعلقة بمفهوم جديد، متعلق بإنه كل بني آدم له مكان تحت شمس هذه الجمهورية بعمله وبأخلاقه وفي إطار القانون، غير كده مفيش. مش بالضرورة الناس تشتغل علشان خاطر هم ولاد فلان وولاد علان، الناس بتشتغل عشان هم يستحقوا الشغلانة، الناس تتعلم عشان هي تستحق التعليم، الناس تترقى عشان هي تستحق الترقية. ولد شاب اتولد وكبر وتربى في دار من دور الرعاية بس كده؟ لا، ده تفوق، خلص مدرسته وخلص كليته وبقى حاجة تفرح. أو والله حاجة تفرح. الولد يبدأ يصطدم ببيروقراطية كده شوية جافة حبتين. ليه؟ لأنه الولد كبر جوه دار الرعاية، فهنا مفيش بقى يبقى بابا اسم كبير وماما اسم كبير يساعدونه يلتحق بالوظيفة. يبدأ هذا الشاب الرائع يشتكي ويسعى. خد بالك هو خريج هندسة ميكانيكا، ده شطور قوي الباشمهندس يوسف ده، وانا مش متحيز له عشان اسمه يوسف، وان كنت انا بتحيز لاسمهم يوسف دايما، بس انا بقى مش بتحيز ولكن بموضوعية كاملة. المجتهد ياخد حقه،
اللي ليه حق في وظيفة ياخدها، في حاجة اسمها حقوق المواطنة الكاملة، وده جزء من المفاهيم بتاعة الجمهورية الجديدة. عشان كده لما بنيجي نقول لكم الجمهورية الجديدة، لما تلاقي هاشتاج موجود كده وعنوان على الشاشات، لما تلاقيه موجود في الصحف، لما تلاقيه موجود على السوشيال ميديا، ده مش معمول عشان خاطر بنقول في عندنا سلوجن اسمه الجمهورية الجديدة إطلاقا. المسألة موجودة علشان يبقى راسخ في ذهنك انه في كل حاجة جديدة بتتعمل جوه بلدنا بمفاهيم جديدة، مش لبس العيد، لا، الأصل في الموضوع المضامين، الثقافة العامة بتاعت المجتمع. معايا على التليفون الباش مهندس يوسف علي. ازيك يا يوسف؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا يوسف، وانت قد ولادي بس انا من الناس اللي ما بتحبش اي لقب في الوجود، يعني انا اسمي يوسف مباشرة كده. ربنا يبارك لك، شكرا. يحدث يوسف، ماشي الكلام؟ شكرا جدا. قول لي بقى يا يوسف، ايه اللي حصل؟ انا اسمي يوسف، انا 21 سنة. حلو. طالب في كلية هندسة ميكانيكا في الجامعة الأمريكية. حلو. كنت رايح مقدم مع زمايلي على تدريب في مصر للطيران، فهو لازم نعمل الورقة بتاعت الموافقة الأمنية دي. كويس. ببص على الورقة لقيت إن هو مطلوب بيانات الأب والأم، الرقم القومي والوظيفة وكده. أيوه. طب ده مش موجود عندي، طب أنا المفروض أعمل إيه؟ فأصبح الفكر ده اللي هو الورق مش كامل، فمش هينفع يروح، فمش هينفع نقبلك. طب أنا إيه ذنبي إنه البيانات دي مش عندي، مش موجودة؟ فكان دي المشكلة يعني. فبصراحة روحت، أنا كنت مستاء جدا يعني، وكنت بكتب البوست اللي نزل ده من باب الفضفضة يعني. أنا أصلا بوست طويل، وأنا يعني ما عنديش ريتش أصلا في البيج بتاعتي، فقلت لو يعني أخرج اللي عندي وخلاص يعني. فاتفاجئت فعلا برد فعل الناس، إنه يعني حتى أنا ما قلتش لحد أنا عايز حقي، شوفوا لي حد مسؤول مش عارف إيه، أنا كنت بفضفض. بتفضفض، بتطلع الشحنة اللي جواك يعني. بالظبط. بس انا عايز افهم نقطه صغيره قبل ما تكمل يا يوسف، معلش انا اسف على المقاطعه. انت حتى مش عارف تقدم الورق، مش عارف تقدم. بالظبط. يعني لان انا عارف كويس جدا انه الموافقه الامنيه باذن الله هتاخدها تالت ومتلت. القصه انه انت مش عارف تقدم الورق لانه لازم يكون في الرقم القومي بتاع الوالدين. بالظبط. طيب هو ما كانش ينفع انه انت بتقدم الورق فبتقدم ورقه تفيد بانك انت نشات في دار الرعايه؟ ما ده بالظبط، هي الآلية دي بقى ما كانتش يعني مش باينة. معلش بعتذر، حركة على الدوشة اللي جنبي. لا ولا يهمك ولا يهمك. الآلية بتاعت دي بقى اللي أنا ممكن أجيب جواب، أو اللي إحنا مثلا جواب ومعايا حد مثلا لو أنا أقل من 21 فيبقى البيت عندي مثلا موكل الشخص ده. فإحنا مثلا كنا بنعمل الكلام ده مثلا، إحنا بنيجي نقدم على المدارس مثلا وإحنا صغيرين كده. فللاسف يعني الاليه دي بحسها ان هي مش باينه في اماكن كتير جدا. ايوه. وبالنسبه للناك، هم بالنسبه لهم موظف الورق مش كامل خلاص مش هينفع اقبله، الورق لو كامل خلاص هقبله. فدي ما كانتش واضحه قوي، فبسبب عدم وضوح ده فعلا ادى لمشكله زي كده يعني. كويس. فضفضت وقلت اللي عندك، وبعدين ايه اللي جرى بقى؟ اتفاجئت بقى بردود الافعال، ان الناس كتير اتعاطفت مع القصه، وانه لا انت من حقك ان انت تروح التدريب زيك زي اي حد، وبداوا يعملوا شير، وحق جو عشان انا الاكونت بتاعي باسم جو، حق جو لازم يرجع ومش عارف ايه وحاجات كده. أيوه. غريبه. شفت انا الاكونت بتاعك جو علي. بالظبط. فالناس بدات تطالب بقى وشير في كل حته، ومره واحده لقيت البوست بدا بقى داخل في ال 700 وال 1000، ومره واحده 5K و7K وارقام غريبه كده. الله الله الله، الموضوع كبر. يعني. وبعدين؟ بس بصراحه الموضوع ما كملش وقت كتير جدا، لقيت فيه اهتمام كبير جدا، لقيت في ناس من يعني نايب من مجلس الشيوخ كان بيكلمني. كويس. انا بقى عايز اعرف حاجه بقى مهمه جدا، انا عايز اعرف حاجه مهمه جدا دلوقتي. خلاص الموضوع انتشر والناس كلها عرفت، الموضوع بقى وصل لمصر الطيران؟ وصل لمصر الطيران. احنا انا عارف انه زمايلي كلموك يعني لما البوست بدا ينتشر، فبطبيعه الحال ده جزء من شغلنا، لازم نتابع كل حاجه بتجرى، فزمايلي راحوا مكلمينك صح؟ بالظبط. لما كلموك بقى انت قلت لهم ايه؟ وايه اللي حصل بعدها؟ ك
كانت أستاذة آية نجمة كلمتني وقالت لي، هي كانت بتحاول توصل لي كتير، بس هي بجد أنا أصلا الموضوع كان كذا حد بيتصل بيا وكذا حد بيبعت لي، وأنا أصلا يعني قاعد متوتر، إيه يا جماعة اللي حصل ده؟ كنتش لا، وآية أصلها زنانة أنا عارف. لا، زنانة زنانة، دي عاملة لي هوسة في دماغي. صراحة قالت لي، يعني كلمتها تقريبا كانت هي وصلت بقى لحد وكده، فقالت لي انه اللي انت عندك ميعاد بكره مع الكابتن عمرو ابو العينين رئيس الشركه القابضه لمصر للطيران. ايه قرت البوست وبدات تكلمك، وهي في نفس الوقت بالتوازي كلمت عمرو بيه ابو العينين. عمرو ابو العينين. علشان تقول له على المشكله بتاع جو علي. بالظبط. فيقول لها طب احنا هنقابله. بالظبط، هي كانت بصراحه وهي بتكلمني قعدت تاكد لي ان هو الكابتن عمرو ابو العينين مهتم جدا بالموضوع، وان هو شايف ان انت من حقك ان انت تاخد التدريب، وان مش من اي حد حق، مش من حق اي حد يعني ان هو يرجعك من التدريب. على راجل محترم و10 على 10. خدت بعضك ورحت قابلت كابتن عمرو. بس قبل كابتن عمرو لقيت بقى يعني مساعد وزير الطيران بيكلمني. الله 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 الله. وبعدين يقول لي ان سياده الوزير شخصيا مهتم بالموضوع ومهتم جدا ان الموضوع يتحل، وان انت تنزل تدريبك من بكره يعني، فانا هنتظرك بكره الساعه 10 برضه. فقلت له انا عندي ميعاد مع الكابتن عمرو ابو العينين الساعه 10، فقال لي خلاص انت تجي لي 9 وبعدين نطلع عند كابتن عمرو ابو العينين. جميل. رحت 9 على الوزاره. بالظبط. وبعدين نزلت ورحت على كابتن عمرو ابو العينين. كابتن عمرو ابو العينين. في الشركه في مصر للطيران. حصل ايه بقى هناك؟ الراجل كان يعني متفهم جدا الموضوع، وقعد ياكد لي على فكره ان هو يعني احنا بنعتذر لك عن اللي حصل ده، وان انت من حقك تنزل التدريب، واحنا كدورنا في مكاننا هنا في كراسينا اللي احنا نساعد الشباب اللي زيك، ان هم الشباب، وقالها كده البروميسنج او الواعدين يعني ان هم يكملوا يحققوا يعني اللي هم عايزينه، ونسهل لهم الطريق وكده. انت خلاص هتبدا التدريب بتاعك بقى. انا اوريدي بدات النهارده، كان يعني كان تكنيكلي اول يوم النهارده، رحت امبارح كده كانت زي اورينتيشن كده، بتعرف على المكان هناك وكده، ونزلت النهارده الهانجر يعني اول يوم. الله الله الله، يا بختك يا عم يوسف. طب ده كده برنامج التاسعه ليه تاثير بقى. اكيد. طب ده احنا كده لينا عندك عزومه غدا، بس مش دلوقتي، من اول مرتب لما هتتعين بقى باذن الله ان شاء الله. اللي انا عايزه منك الجد بقى، سيبك بقى بلا غدا بلا عشاء، ده انا اللي هعزمك على الغدا والعشاء، مش دي القصه. اللي انا عايزه التدريب بتاعك يتم بمنتهى الكفاءه يوسف، بس انا باين في صوتك ان انت راجل يعني ايه، ما عندكش هزار في الشغل وفي الدراسه وفي التدريب، وبتجري ورا احلامك. ربنا عشان في يوم من الايام باذن الله لما هتتعين في الشركه هنتعشى سوا ان شاء الله. من المرتب بتاعك ان شاء الله. من المرتب بتاعي أكيد. لو ليا عمر يبقى هيبقى من المرتب بتاع عم يوسف اول 10 لينا سوا. ده شرف ليا اكيد. لا ده احنا اللي نتشرف بيك يا يوسف، انت حاجه تفرح. ربنا يبارك لك. شكرا يا باشمهندس يوسف، مهندسنا المستقبلي باذن الله في يوم من الايام في مصر الطيران يوسف علي. هنا لازم تبقى فاهم اللي احنا بنتكلم فيه ايه. هو لا، مش الباور ولا القوه بتاعت الميديا او الاعلام، مساله اهم من ده. مسألة استعراض الإعلام القوي والإعلام اللي ده سيبك منه، الأهم هو أنه الإعلام الصحافة تبقى مهتمة بالناس، تركز مع الناس، تاخد بالها من الناس. فأنا تحول إلى خادم للشعب وده شرف، نبقى همزة وصل ما بين الناس وبعضها، ممكن يبقى بين المواطن والشركات والمؤسسات إلى آخره، ولنا الشرف. برنامج التاسعة يتشرف دايماً انه خادم الشعب. طيب خلونا ننتقل لحاجه تانية بقى. برنامج التاسعه باعتباره خادم الشعب الامين واللي تحت امر حضراتكم دايما في ايصال الصوت، ده من ناحيه، والعكس صحيح، في اظهار ما يحدث داخل هذا الوطن. اللي بيحصل في مصر حاجات كتير حتى في ظل ازمه روسيا واوكرانيا. هل حياه كريمه لا قدر الله وقف؟ ابدا. خد بالك العيال بتاعت الإخوان والشبكات بتاعتهم رهن ورهان على إن وهتتوقف الحياة كريمة والمشروعات الكبرى ومش عارف إيه، وأصل مش هتعرفوا، أصل مش هتكملوا، ما قلنا لكم، مش ما قلنا لكم.
طبعا هنا يصح لنا أن نقول لهم هي في العش ولا طارت، أكيد العصفور، لكن مش دي المسألة. حياة كريمة مكمل هو وبقيت كل المشروعات بالمناسبة. زميلنا العزيز كريم بيبرس ينضم إلينا ويقول لنا آخر ما وصلت إليه مشروعات حياة كريمة في الغربية وعاصمتها طنطا وأهل طنطا الكرام. كريم إحنا معاك. مساء الخير يا يوسف، مساء الخير على جميع السادة المشاهدين وعلى جميع مشاهدي برنامج التاسعة. فعلا مبادرة حياة كريمة هي ليها طابع خاص وبصمة خاصة على المواطنين. يمكن احنا ممكن في ناس ما تبقاش متخيلة او متفهمة بعض المواقف الانسانية والاجتماعية اللي ممكن ما تكونش مروا بيها. يعني مثلا يعني ايه حد ما يبقاش عنده صرف صحي؟ يعني ايه حد يبقى تعب في بيته مش لاقي عربية اسعاف تقدر تجيله؟ يعني ايه 600,000 نسمة مثلا يبقى كل اللي بيخدمهم عربيتين اسعاف؟ يعني ايه عشان تودي ولادك المدرسه ممكن تقعد بالساعات وممكن اوقات ما تروحش اصلا المدرسه عشان المسافه بعيده؟ حاجات بسيطه يمكن الناس كانت بتاخدها يعني ان هي دايما موجوده في حياتنا، ما كانتش موجوده عند فئات معينه من الشعب المصري داخل القرى. وهنا فعلا ظهرت مبادره حياه كريمه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان تعمل حقيقي تغيير في حياه المواطن. احنا هنا رصدنا الحقيقه بعين برنامج التاسعه هنا في الغربيه وتحديدا في القرى والمراكز اللي دخلت مبادره حياه كريمه، زي مثلا شبرا مليس. ودايما ده بنقول الناس يعني تتلخبط في العادي يقول لك شبرا ميلس، لكن هي الاسم الحقيقي بتاعها من الناس شبرا مليس. دخل فيها مجمع خدمات للمواطنين، دخل فيها خدمات صحيه، دخل فيها مدارس، دخل فيها حاجات كتيره جدا 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 هنتكلم عنها. ويمكن محافظه الغربيه ليها طبيعه خاصه. عشان نتكلم بقى عليها اكتر معايا دلوقتي ضيفي على الهواء، واكيد يمكن هو صديق خاص ليك يمكن يا يوسف، الاستاذ عبد الوهاب الحضري، وهو منسق عام مبادره حياه كريمه في محافظه الغربيه وعضو المكتب الفني بالمحافظه. برحب بحضرتك في الاول يا فندم. نتكلم على نوع خاص من المواطنين، وبنتكلم كمان على نسبه انجازات معينه خاصه بمحافظه الغربيه في مبادره حياه كريمه، كلمنا عنها في البدايه يا فندم. في البدايه يا فندم انا برحب بحضراتكم وبالساده المشاهدين. احنا عندنا في محافظه الغربيه عندنا المحافظه فيها 8 مراكز واربع احياء. احنا الحمد لله كانت المبادره انطلقت عندنا داخل محافظه الغربيه مع بدايه عام 21، وكان مركز زفته هو المركز الاول في دخوله في مبادره حياه كريمه. مركز زفته عندنا بيتكون من 9 وحدات محليه، 54 قريه و88 تابع. داخل مركز زفته 934 مشروع، تم نهو حوالي 428 مشروع. جاري العمل حاليا في 304 مشروع. الحمد لله نسب التنفيذ عندنا تجاوزت 67%، والتكلفة المالية تجاوزت 4 مليار جنيه لتخدم ما يزيد عن 600,000 مواطن داخل قرى مركز زفتة. طيب استاذ عبد الوهاب ويمكن استاذ يوسف وكمان السادة المشاهدين، دايما بنسمع في فكرة مبادرة حياة كريمة عن الإنشاءات، إحنا عملنا مباني خاصة بالإسعافات، عملنا مباني خاصة بنقطة الإطفاء، عملنا مباني، وكان دايما بنسمع كلام من الناس وبنسمع المواطنين كمان إنه طب فين المواطن؟ وهنا بقى اللي نقدر نثبته على أرض الواقع لما اتكلمنا مع الناس. خلينا نسأل كمان الأستاذ عبد الوهاب، يعني هل فعلا مبادرة حياة كريمة مهتمة فقط بالإنشاءات، ولا إزاي قدرنا نهتم بالمواطن وندي المواطن كان حقه عشان يبقى بناء الحجر وكمان الإنسان؟ في البداية يا فندم احنا هاخد تفصيلة بسيطة كده مع حضرتك عن المشروعات التنموية المنفذة عندنا داخل مركز زفتة. هناخد مثلا قطاع زي قطاع التربية والتعليم، احنا الحمد لله عندنا 83 مشروع خاص بالمدارس، ما بين انشاء اجنحة جديدة وتوسعات وصيانات للمدارس علشان نقدر نفك الكثافات اللي كانت موجودة عندنا داخل الفصول، والكثافة اللي كانت عندنا الفصل ممكن يكون فيه 60 طالب و70 طالب. الحمد لله مع المبادرة احنا من هذه المشروعات 82 مشروع، وجاري العمل حاليا في مجمع مدارس داخل قرية نهضاي بإجمالي 54 فصل. دي إن شاء الله هنقدر نقضي على الكثافات والفترات المسائية اللي كانت موجودة عندنا داخل مدارس مركز زفتة. كمان عندنا كان عندنا ال 54 قرية كان عندنا 38 قرية مخدومين بخدمات الصرف الصحي، و
مع توجهات الدولة ان كل مواطن لازم يحصل على حقه. ال 38 قرية كان فيهم كتل سكنية خارج الأحوزة العمرانية ما كانوش مخدومين بخدمات الصرف الصحي، ومع توجهات القيادة السياسية ان كل مواطن ياخد حقه في كافة المرافق، بدأنا نعمل خطط مد وتدعيم في هذه الكرة علشان نوصل خدمات الصرف الصحي وكمان خدمات مياه الشرب عشان كل مواطن يحصل على خدمة الصرف الصحي. ده كان عندنا كمان 16 قرية محرومين بالكامل من خدمات الصرف الصحي. الحمد لله مع انطلاق المبادرة بدأنا الأعمال في 16 قرية. الحمد لله جميع 16 قرية حاليا 16 شبكة لخدمات الصرف الصحي تم تنفيذهم داخل القرى. لكن احنا موجودين معلش انتوا هتلاقوا فيه سيجنال كده مش متظبطه قوي، بس انتوا شايفين قدامكم على الشاشه اللي اتعمل هناك في الغربيه وشبرا مليس، انتوا شايفين شكل المدارس؟ بلاش. شايف في كم مدرسه اتفتحت؟ بلاش. شايف كل مدرسه فيها كم فصل؟ انت واخد بالك انه ده عمليا يقلل الكثافه العدديه بتاعه الفصول، يمكن زي ما كان بيتكلم صديقنا عبد الوهاب دلوقتي من حاجه و60 تنزل لاقل من النص، انت متصور؟ طيب خلينا نرجع، اظن السيجنال كده ظبطت لان احنا على الهواء مباشره من هناك عشان بس تبقوا فاهمين ده مش مسجل. اللي انتوا شايفينه ده المسجل لكن اللقاء هوا. خلونا نرجع لزميلي حالا دلوقتي كريم بيبرس. نسب تجاوزت 40% في مشروعات تبطين الطرق. اذا استاذ عبد الوهاب هي يعني صوره متكامله عن فكره زي ما قلنا بناء الانسان وبناء كمان الخدمات الخاصه بالانسان. الاستاذ عبد الوهاب الحضري شكرا جزيلا على هذه يعني المعلومات الوافيه، وزي ما شفنا بعض يوسف وزي ما جميع الساده المشاهدين شافوا، اذا هي عشان الصوره تبقى متكامله هي خدمه في جميع القطاعات، سواء قطاع صحي، قطاع تعليمي، قطاع الصرف الصحي اللي كان بالنسبه لناس كتير جدا هو حاجه سهله ومتواجده، لا دلوقتي بيتم انشاء وبيتم انشاء مدارس خاصه، بيتم كمان انشاء مدارس رسمية لغات حكومية. والله يعني أنا كمان شايف واخد بالي إنه كريم وهو بيتكلم هو كريم ممتلئ مفعم بالحماس، وهقول لك ليه من في تصوري يعني لحد ما أسأل أنا كريم السؤال ده. يعني أولا اللي أنتوا شايفينه قدامكم ده كان بيصور النهاردة الصبح، يعني دي مش لقطات أرشيفية عشان برضو تبقى فاهم، ده من قلب الحدث في محافظة الغربية، ده نمرة واحد. نمرة اتنين ده النهاردة. نمرة تلاتة هو اللقاء اللي داير دلوقتي أو اللي كان داير دلوقتي ما بين كريم وما بين الأستاذ عبد الوهاب، هو ده لقاء على الهواء مباشرة. لو كريم سمعني، كريم أنا عايز أعرف سر الحماس المذهل اللي أنت بتتكلم بيه ده حاجة كريم. مش عارف أتصل أنا بكريم، بس مش دي المشكلة. أنا لو مكان كريم هتلاقيني بتكلم بنفس الحماسة، لأنه أنت لما بتشوف الحاجة بعينيك بتلمسها بايديك دي حاجه تانية خالص خالص. المساله ما بقتش مجرد تصورات موجوده على الورق او رسومات وماكتات او حتى تصميم 3D ظريف لطيف، المساله متعلقه بان الحاجه دي قدامك. هل المساله متعلقه بانشاءات حتى زي ما كان بيوصفها كريم، يعني طوب واسمنت وحديد وخرسانات هي او لا؟ اقول لك انا بقى ازاي. لان انا محتاج كل ده، انا محتاج كل المباني اللي اتبنت، ومحتاج كل شكل خدمات الصرف الصحي، ومحتاج كل شكل محطات تحليه المياه وصولها الى المنازل. ليه؟ عشان البني ادم. انا مش بعمل ده علشان الهوى، عشان البني ادم. ده اللي انا بقول لك عليه من امبارح، تغيير حياه كريمه، تغيير في الثقافه، زي ما هي تغيير اجتماعي وبالقطع تتحول إلى تغيير لأجل التمكين الاقتصادي لكل أهالينا اللي عايشين. الولاد هتتعلم أحسن فهتحصل على فرص أفضل، الناس هتعيش حياة مختلفة تماما، فحتى منظورهم ناحية البلد وناحية المجتمع وناحية نفسهم بيتغير إلى ما هو أكثر إيجابية بكتير أضعافا مضاعفة. بس كمان فيها حاجة مهمة جدا وعلى رأي الأغنية الشهيرة، هي فيها حاجة حلوة، البني آدم يحس إنه بني آدم، عشان كده هي اسمها حياة كريمة. البني آدم يحس إنه بني آدم. يا دين النبي يا جدعان، الناس دي اتحرمت من الخدمات إنها ليست 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60 سنة، أكتر أكتر.
طبعا ده من اكتر الحاجات بقى الموضوع ده اللي يضحكني على الناس التي تزهو فرحا وتهلل غالبا بلا عمق حقيقي او حقيقي على مساله وفين مصر ايام الملكيه، والنبي اقعدوا ساكتين، والنبي تقعدوا ساكتين. عيب اللي يقول الكلام ده، عيب اللي يبقى فرحان بعصر كان فيه وسايا وعبيد ارض، عيب. يعني انا مش عايز اقول كلام حد يزعل حد، ده احنا ايه ما قرناش كتاب ولا ايه؟ فراجل النهارده البني ادم في مصر بيحس انه بني ادم لما يشوف ده. تخيل لما يبقى عارف ان هو بقى، يعني اذا كنت انا فرحان وكريم فرحان، امال اللي هيعيش في وسط الحاجات دي، اللي هيستخدمها، اللي هيخش المدرسة دي واللي هيخش في البيت ده واللي هيستخدم هذه الخدمات، عايزه يبقى عامل ازاي؟ هو ده البني ادم اللي بيتكلم عليه الرئيس، اللي يقدر يستحمل ازمة زي الازمة الاقتصادية بتاعت اوكرانيا وروسيا دي. ليه؟ عشان شايف قدام عينه. ليه؟ عشان شايف قدام عينه، لامس ده، عارف ان الاسعار زيادة بس شايف ان الدولة ما بتأثرش. دولة بتبني البيوت وبتدخل الخدمات وبتشتغل على التعليم، بتعمل كل حاجة. اللي كنت بعمله النهاردة متعلق بنهضة حقيقية في البحث العلمي، ولن أذيع لكم هذا السر الآن. خلونا نروح لفاصل وبرضو مش هزيع هذا السر. كويس. وهنتكلم على حاجات كتير بالمناسبة النهاردة كمان بعد الفاصل، لكن أنا عايز أقوله لك تاني يا جماعة. الدول لما بتمر بمراحل مفصلية شديدة الأهمية بتبدأ تعمل فلسفة لمفاهيمها الجديدة. يعني فرنسا وهي بتعمل الجمهورية فيما بعد الثورة، حتى وصولا إلى الجمهورية الخامسة، ففرنسا عملت إعادة صياغة لمفاهيم الجمهورية في فرنسا ما بعد الجمهورية الخامسة. أما ليه بقى في خمس جمهوريات في فرنسا؟ كويس؟ ده على سبيل المثال. أمريكا بعد جلاء الاحتلال أو طرد الاحتلال الإنجليزي بعد يعني ثورة الشاي في بوسطن، فعملت مفاهيم وصياغات أمريكا عايزة تبقى إيه. مصر هي كمان بتشتغل دلوقتي على هذه الصياغات. يعني الأول الأمر الواقع للجمهورية الجديدة، لأن لما بنيجي نقول كلمة جمهورية جديدة أنت محتاج تدي واقع ملموس، وبعدين تبدأ تفلسفه وتنظر له وتكتب عنه وما إلى ذلك. تيجي أنت النهاردة تقول لي وحصل إيه في مصر من 2014 حتى هذه اللحظة، أنا لو هضرب لك مثالين صغيرين بتأثير واسع النطاق يمتد إلى مئات الآلاف من المواطنين المصريين، أوري لك حياة كريمة امبارح وحياة كريمة النهاردة. احنا امبارح كنا في الصعيد والنهاردة كنا في الغربية، وبنتكلم على إيه؟ يعني قرية هنا وقرية هنا، أو مجموعة قرى هنا ومجموعة قرى هنا. طب بلاش، مش احنا امبارح كنا بنتفرج على المباني الجديدة بتاعت مثلث ماسبيرو؟ حلو قوي، واللي بإذن الله سبحانه وتعالى الأسبوع الجاي هروح أشهر بالشاي في البلكون. أنا بص يا مولانا، الحتة دي لو أنت ما زرتهاش قبل كده زمان كان الوضع يحزن. وانا زي ما كنت بقول لكم في جانب من زملائنا اللي بيشتغلوا معانا هنا في هذا المبنى العظيم هم من اهالي هذه المنطقه مثلث ماسبيرو. البيوت متهالكه، حاجه كانت صعبه، ما فيش فيها اي شكل من اشكال الخدمات. كل اللي يعرفوه عن المدنيه والتحضر انه عايش في مدينه عمليا هي عاصمه الدوله، انه هو يقع ما بين بولاق والزمالك ويحيط بميدان التحرير وعبد المنعم رياض بس. لكن هل هو في مكان متحضر بجد؟ يعني هو حاصل على حقه كبني آدم في السكن؟ حط ما بين قوسين الكريم، فتلاقي انه بعد المباني المتهالكة حاجة صعبة لا تليق بأي إنسان على ظهر الكوكب بكامله هيعيش في اللي انت شايفه قدامك ده. هي دي النقله. شوف الاسانسير ده، الله العظيم، انا قلت لها لكم امبارح بقولها لكم النهارده، والمصحف انا عمري ما سكنت في عماره بالحلاوه والشياكه دي. ده مش الابراج الاستثماريه خالص، دي العمارات بتاعه اهالينا اللي اختاروا ان هم يكملوا معيشتهم في نفس ذات المكان، واخد بالك؟
خش بقى على احنا النهارده كنا في الغربيه، المدرسه والمعمل والمباني اياها والخدمات بتاعه الصرف الصحي والمستشفيات والمراكز والمستوصفات الى اخره. انت هنا بتتكلم على مئات الالاف من الناس. ماسبيرو فيها تقريبا حوالي 1000 شقه علشان اهالينا اللي اختاروا يفضلوا، في اهل تانيين قالوا عايزين ننقل حته تانيه، في اهل تالتين قالوا احنا عايزين الفلوس، يعني كل واحد حر. حلو. لكن القيمه العدديه في اللي حصل في شبرا مليس، احنا بنتكلم على 600 الف بني ادم حياتهم بتتغير. وتقدر تقول انه يمكن على اول السنه هتبقى الحياه خلاص اتغيرت، دخلوا حياه جديده. انت شفت الملعب عامل ازاي؟ ايه الملعب ده؟ يا انا راضي ذمتك يا محترم في النوادي الحلوه الشياكه الغاليه جدا قوي خالص اللي موجوده في القاهره وفي الاسكندريه، عندكم ملعب زي ده؟ بامانه الله. في واحد هيقول لي اه، هقول له ماشي، وفي نادي تاني هيقول لي لا، ده من ابو بلاش علشان اهالينا، يعني علشان الناس. عرفت ليه؟ عرفت ليه الناس رغم الأزمة شدة نفسها وصلبة طولها؟ عارف إن الوضع صعب، وما أقدرش أقولك الوضع سهل أبدا أبدا، الوضع شديد وصعب قوي، بس إحنا كلنا قدها وقدود، خلصت النوايا عشان نبقى قدها وقدود، واتحدت الإرادة، أصبح في عندك إرادة سياسية عايزة تغير، عندك رئيس ما بيقعدش على كرسي مكتبه غير علشان يقعد يراجع ويناقش ملفات وورق قد كده. الناس مش قاعدة في التكييف بيتفرجوا على التلفزيون وبيتفسحوا. الناس مش بتركب يخوت علشان تتجول في البحر الأحمر. لا، الراجل ده مش بتاع الكلام ده، الراجل ده بتاع الشغل بس. مرة سألناه يا فندم وحضرتك بتصحى الساعة كام؟ قال لنا الساعة 5 الصبح. لاحظت لما فخامه الرئيس شرفنا بالاتصال في البرنامج ان الرئيس قفل معانا المكالمة وانا اللي بتحقق، انا اسف يا فندم ان احنا مأخرين سيادتك، يقول لا مفيش مشكلة، كانت الساعة 12 وشوية. بينام امتى؟ والمصحف معرف. فاصل ونكمل الكلام. زمان يعني كنت لما بمشي واشوف مناطق ظروفها صعبه، فكنت بحلم ان ده يتغير. يا رب اكون اقدر او نقدر مع بعض ان شاء الله. كل قرى مصر احنا حاطين لنفسنا خطه ان احنا نخلصها في 3 سنين. هنخلص الصرف الصحي، هنطمن على ميه الشرب، هنطمن على الكهرباء. التعليم حق، بس انت كمان لازم تبذل مجهود كبير علشان تقدر تحصل على هذا الحق. يعني لازم تذاكر كويس قوي علشان تعرف تخش الكلية اللي انت نفسك فيها والجامعة اللي انت نفسك فيها الى اخره. البعض يجي يقول لك طيب افرض مثلا الجامعات دي بفلوس ولا مصاريف ولا، اقول لك طب ما هو واحدة واحدة. على سبيل المثال انت دلوقتي عندك منظومة كبيرة جدا موجودة في مصر اسمها الجامعات الاهلية. الجامعات الاهلية دي بتدي لك نمط تعليم راقي جدا، نمط تعليم زي التعليم بتاع بلاد بره، وبيعملوا الشراكات بتاعتهم مع الجامعات بقى اللي موجودة في أمريكا، في كندا، في أوروبا، في اليابان، يعني وهكذا، في الصين زي ما هيطلع. جميل. في بعض الأولاد يجي يقول لك طب أنا ممكن يبقى معايا الدرجات بتاعتي تؤهلني، ينفع الجامعة توافق عليا، بس المشكلة في المصاريف.
نقول له طيب اولا لازم افهمين حاجه. احنا زي ما قلنا لكم مع نتيجه الثانويه العامه كده نقول لكم يا جماعه احنا في الشركه المتحده في كل القنوات في كل البرامج هنحاول قدر الامكان ندلكم نشرح لكم نفهمكم الولاد يقدروا يعملوا ايه علشان يلتحقوا بالكليات وبالجامعات المختلفه. الجامعات المملوكه للدوله الجامعات الحكوميه اللي هي عمليا يعتبر التعليم فيها مجاني تقريبا بالكامل دي سهله. طيب الجامعات الأهلية هي أيضا منظمات غير هادفة للربح، كويس، مملوكة للدولة بالأساس غير هادفة للربح. طب المصاريف اللي بتدفع دي بتدفع علشان استمرارية العملية التعليمية بهذه الجودة والكفاءة إلخ إلخ إلخ. الشاطر اللي عاوز يخش الجامعة الأهلية بس الفلوس هتعجز معاه شوية عادي بيحصل في كل حتة في الدنيا. فالجامعات بتعمل إيه؟ تيجي تقولك منحة. منحة؟ أيوة جماعة الأجانب يقولك سكولرشيب، ماشي. جامعة الجلالة واحدة من الجامعات الأهلية، واحدة من أوليات الجامعات الأهلية لو حضراتكم تتذكروا اتكلمنا عنها كتير يعني وصورنا فيها وما إلى ذلك. جامعة الجلالة بتعلن عن برنامج المنح الدراسية بتاعها. معانا على التليفون دكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية. أهلا يا دكتور. دكتور محمد الشناوي الخط قطع. طيب احنا لما هنتكلم مع دكتور محمد الشناوي ثق عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة أولياء الأمور أبنائي الطلبة الكرام الطالبات الكريمات هنشرح لحضراتكم مع دكتور محمد الشناوي المنحة الدراسية. وعايزك برضو تبقى فاهم حاجة، منحة دراسية دي أي منحة دراسية في أي حتة في الدنيا ليها شروط، لها شروط متعلقة بتفوقك الدراسي في الثانوية العامة، لها شروط في استمرارية المنحة. يعني مثلا حضرتك خدت المنحة ودخلت سنة أولى بتاع أي قسم وخستعت كده المنحة طارت يا حلو، عاوز المنحة تكمل يبقى تكمل تفوق. دكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أهلا أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف وبالسادة المشاهدين، وبشكر حضرتك جدا على ان حضرتك بتتكلم في الموضوع ده. لا والله لا شكر على واجب، ده فعلا واجبي ده واحد. اتنين انا مؤمن جدا 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 باهمية وضرورة التعليم والتعليم الجامعي القصوى للارتقاء بالمجتمعات والشعوب. فحقيقة انا اللي سعيد ان حضرتك استقبلت مكالمتنا وسعيد بانه كمان الجامعة هتقدم منح ودي حاجة مهمة، انا احب المنح قد عينيا. لا وحيك كمان حيك اثرت حاجة مهمة جدا يا فندم. اتفضل يا فندم. حضرتك اثرت حاجه مهمه جدا يا فندم، وهي ان الجامعات الاهليه هي فعلا ده دورها، ان عندي اي حد يكون متفوق انا لازم اساعده واكون في ظهره. علشان كده احنا اعلنا فعلا عن المنح الموجوده في جامعه الجلاله، لان الطلبه احيانا بيتسالوا انا بجيب مجموع عالي طب هل هقدر اخش الجامعه واقدر اكمل؟ فده فعلا عشان كده احنا اعلنا هذه المنح في الفتره دي. حلو جدا. ايه هو برنامج المنح السنه دي في جامعه الجلاله يا دكتور محمد؟ هقول لحضرتك احنا اولا يا استاذ يوسف عندنا ال 300 طالب الاول على الدفعه كل الشعب في الشعب الثانويه العامه بياخد منحه كامله. منحه كامله للدراسه في السنه الاولى. للدراسه في بس بشرط بقى. أيوة. لازم تحافظ على المعدل التراكمي بتاعك. صح. علشان تفضل مكمله معاك المنحه دي. جميل. اللي هي منحه التفوق. حلو قوي. طيب نفس الوقت حاجة. لو عندك في شعبة العلوم جايب أعلى من 92% بتاخد منحة ب 50%. في شعبة الرياضة برضو بتاخد لو جايب 90% بتاخد 50%. في شعبة الأدبي لو أعلى من 85% بتاخد 50%. جميل. ولكن ما وقفناش عند بس التفوق العلمي، التفوق الرياضي كمان مدينه منح. فلو واخد ميداليات في مسابقة من المسابقات الدولية ميدالية ذهبية بتاخد 100%. فضية بتبقى 50 وبرونزية 25. وبرضو المسابقات العربية والأفريقية نفس الشيء بندي 50% أو 25%. ما وقفناش عند كده، احنا كنا عاملين شراكة السنة دي، احنا بدينها بقى لنا فترة ولكن السنة دي أول سنة نبتدي البرامج دي مع جامعة أريزونا، وقلنا إن احنا نجيب تعليم عالمي على أرض مصر. فكان مهم جدا إن احنا برضو ندي منح لأولادنا اللي هيخشوا في هذه البرامج المشتركة مع جامعة أريزونا. عظيم جدا.
يعني احنا الولد او البنت الطلبه بتوعنا اللي هيخشوا جامعه الجلاله وعاوزين يشتركوا او يبقوا جزء من برنامج التعاون مع اريزونا هم كمان ليهم منح. طبعا فدينا منحه كامله للعشر الاوائل في الثانويه العامه من كل شعبه. فعندي كده 30 منحه احنا موفرين. منحه كامله 100% 100% فعلا. طيب معلش انا علشان اصلا انا غاوي جامعات اصلي قوي، هوايتي اقعد اقرا عن الجامعات، والله بتكلم بجد، او من ضمن الهوايات يا زهر، الواحد لما بيعجز هواياته بتكتر ولا ايه؟ فالمنحه كامله هنا مقصود بيها المصروفات الدراسيه ولا المصروفات الدراسيه زائد مثلا الاقامه في السكن الجامعي؟ احنا عاملينها المصروفات الدراسيه كامله. حلو ماشي كويس قوي، دي كاملة المصروفات الدراسية. ماشي عادل بما فيه الكفاية. بس ما وقفناش عند كده. قلنا اللي جايب مجموعة 90% في شعبة العلوم هياخد 35%. ولو جايب أكتر من 87% هياخد 25%. شعبة الرياضة 35% برضو لو جايب مجموعة 88، ولو جايب 85% هياخد 25%. شعبة الأدبية 35% لو 82 و25% 80%. وقررنا لتشجيع ان كل الطلبه يكون ده مفتوح قدامهم، ادينا كل الطلبه اللي هيخشوا البروجرام بتاع اريزونا السنه دي في الجلاله 20% منحه دراسيه. كويس جدا. طيب بس حضرتك المفروض تسالني سؤال بقى. ها تقول لي طب هو المبلغ كام اصلا؟ هقول لحضرتك اصلا هو بيدفع 20% من اللي كان هيدفعه لو سافر امريكا. 20% من اللي كان هيدفعه لو سافر امريكا. لا ما انا ممكن اسال السؤال اكثر غلاسه اذا سمحت لي، انهي حته في امريكا يعني هيدفع 20% مثلا من بتوع ستانفورد وهارفارد، ولا 20% من بتوع نيويورك يونيفرسيتي، يعني انهي 20% فيهم؟ اريزونا ستيت يونيفرسيتي اللي احنا من بتوع اريزونا. ماشي اللي هو 20% من الجامعه اللي انا عامل معاها برنامج التعاون. بالظبط، يعني بنتكلم حيك من 40 ل 50 الف دولار لو حضرتك كنت سافرت تدفع تويشن فيز ده السكن والاقامه والسفر، احنا تقريبا واصلين ل 20% من المبلغ. طيب وده برضو رائع جدا وعادل جدا. حضرتك برضو ادرى مني، المنح في النهايه خالص ليها ليميت، ليها حد. فانا النهارده علشان اقول انا عندي جامعه بتقدم منح دراسيه، انا هيجي لي ناس كتير جدا من كل حد من وصوب، هتبقى الأولوية لمين؟ أولا احنا متفقين ال 300 الأوائل الحاصلين على المراكز الأولى في الأقسام المختلفة، علم علوم وعلم رياضة وأدبي. مظبوط. يليهم كل اللي واخدين درجات اللي أنا قلتها هياخدوا المنح بتاعتهم. كلهم مهما كان العدد؟ مهما كان العدد. طيب هل الجامعة بتستهدف عدد سنوي من الطلاب؟ طبعا. أنا الحمد لله جامعة الجلالة حيك بقالها سنتين فقط، احنا وصلنا في أقل من سنتين تقريبا واصلين ل 3000 طالب. كويس جدا. في إجمالي التخصصات؟ في إجمالي التخصصات. طيب برضو أنا أخد بالي أنه الجامعات بتاعت بلاد بره تيجي تقول والله أنا كمان بستهدف international students أو الطلبة الدوليين، فهل إحنا برضو في الجلالة عندنا استهداف لطلبة من غير المصريين غير العرب وغير الأفارقة؟ ده هدف رئيسي لينا يا فندم، ده هدف رئيسي لينا. يعني غير العرب وغير الأفارقة والزيارات، احنا كان مثلا عندي زيارة من سفراء من دول أمريكا اللاتينية. حلو. 15 سفير. حيث لما عرفوا كل البرامج الحمد لله اللي بتتقدم في الجلالة والشراكات الدولية اللي احنا عملناها، أنا ابتدوا يفكروا بس احنا فاتحين خط تواصل من خلال وزارة الخارجية ان ان شاء الله نستقطب طلبة من هذه الدول. كمان احنا بنتكلم ان الجلالة حاليا جزء من تحالف لأكثر من 12 جامعة على مستوى العالم، ده هيوصل ان شاء الله ل 50 جامعة بأكثر من مليون طالب في خلال 5 سنوات، وهيحصل تبادل طلابي في خلال من خلال هذه ال 50 جامعة. طيب يقولوا احيانا كتير وانا مؤمن بالفكرة انه الازمات تولد فرص، الازمة طبعا اللي موجودة في اوروبا الشرقية تخلق فرصة عندنا، ودي حقيقة الحمد لله. يعني حيك أنا لسه النهاردة كنت يعني بشوف أعداد، أنا بتكلم الأول على الطلبة المصريين الحمد لله إحنا معديين الرقم بتاع ولادنا اللي كانوا في بعض الدول الكثيرين وأكثرهم في أوروبا الشرقية طالبين تحويل من هذه الجامعات إلى جامعة الجلالة، والحمد لله الأعداد معدية أكثر من 250
طلب تحويل في خلال الفترة اللي فاتت. طيب ده كلام جميل جدا، ده كده بالنسبة لأولادنا المصريين اللي عاوزين يرجعوا من جامعات أوروبا الشرقية ويدخلوا عندنا، ماذا عن الطلبة غير المصريين اللي في نفس ذات الجامعات وقد يكون أيضا من أبناء نفس ذات دول أوروبا الشرقية نتيجة التوتر قد يكون عنده تخوف وعاوز يجي؟ أنا أجزم إن التعليم عندنا أحلى وأقوى، أجزم. أنا أتفق مع حضرتك، وعلشان كده إحنا كمان عملنا يعني تواصلنا مع المكاتب الثقافية بتاعتنا في هذه الدول، والحمد لله ابتدينا نعمل دعاية جامدة جدا للجامعات الأهلية وخاصة جامعة الجلالة، بحيث ان احنا نحاول نستقطب من هؤلاء الطلبة. طيب هيفضل حاجة أخيرة نفسي فيها، نفسي الجامعة عندنا مثلا في جامعة الجلالة، يعني طبعا نفسي ده يعمم في كل الجامعات الأهلية، جامعة الجلالة يعملوا بقى اختبار قدرات للمتقدم، يعني أنت متفوق في الثانوية العامة أو الشهادات المعدة معمول بجد؟ الله. طبعا حلو قوي. انا قبل ما اقول لحضرتك على الاختبارات القدرات، انا عايز اقول لحضرتك كمان ان احنا ما نسيناش اولادنا ذوي الهمم. جميل. جامعه الجلاله مقدمين لهم منح مع عده مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني ويقدروا يقدموا عليها علشان يكون ليهم البروجرامز المخصوص اللي هو برامج الدمج، ودي موجوده في جامعه الجلاله كواحده من اوائل الجامعات الاهليه. طيب أنا هبص بنظرة مستقبلية، إمتى جامعة الجلالة هتبدأ عملية النشر العلمي مستقبلاً؟ مين اللي قال لحضرتك إن إحنا ما ابتديناش؟ إحنا بادئين من دي زيرو يا فندم، إحنا عندنا أكثر من 150 بحث طالعين باسم جامعة الجلالة، إلى جانب المشاركة في عدة مشاريع دولية ومحلية، وحصلنا على تمويل، وعندي ولادي النهاردة مسافرين لجنوب أفريقيا في 3 منهم، في 10 منهم مسافرين إنجلترا، لسه كان في حد موجود في امريكا، فاحنا اوريدي ابتدينا يا فندم. رائع 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 دكتور، تهانينا ونشكركم، وباذن الله ربنا يوفق خلال الاسابيع القادمه الى حين استقبال الطلاب داخل اروقه جامعه الجلاله، والى ان نلتقي جوه جامعه الجلاله ان شاء الله نيجي نقابل حضرتك، هيبقى لنا الشرف. كل الشكر دكتور محمد الشناوي القائم باعمال رئيس جامعه الجلاله الاهليه. تعالوا نروح لحدوته حلوه جدا. مش انا دايما اقعد اقول لكم يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى شاء بقدرته في عليائه ان المصريين دول يبقوا يطلع بقى فيهم جين مختلف، يطلع الجين مش مختلف، مش موضوعي. لكن انا دايما بقول لك ايه، العلماء المصريين مبدورين في الاكاديميات الكبرى والجامعات الكبرى والمراكز البحثيه الكبرى في كل حته في العالم، وسمعه المصريين والعلماء والباحثين المصريين من افضل واعلى وارقى السمعات على مستوى العالم. واقدر اقول لك بمنتهى الجزم والدقه مصر اكبر مصدر للعقول في العالم، مش بس الشبان الطلبة النبيين اللي بيسافروا علشان يتعلموا في جامعة برة أو يدرس الماجستير أو الباحثين الكبار العلماء. طيب ده على مستوى العالم مبدورين كده. عالم مصري في ألمانيا، عالم مصري في ألمانيا ينجح في تقليص العلاج الإشعاعي لحاجة اسمها ليمفوما الجلد، من 70 يوم علاج إشعاعي لتمن أيام فقط بإذن الله سبحانه وتعالى لا غير، وبنفس الكفاءة وبنسبة أعراض جانبية بقى أقل، يعني أبقى بنفس الكفاءة والعرض الجانبي أقل. دكتور خالد عبد السلام استشاري العلاج الإشعاعي والأورام بجامعة لا أستطيع نطق اسمها أولا لأن مكتوبة قدامي باللغة العربية بصراحة، الحاجة التانية أنا خاف أنطق ألماني غلط وأنا معرفش ولا كلمة ألماني على الإطلاق، لكن دكتور خالد غني عن التعريف. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، مساء الخير. مساء النور، إزاي الصحة؟ الحمد لله تمام أستاذ. الجامعة اسمها إيه؟ لأن أنا لما أجي أقراها عربي أو أقراها إنجليزي هنطقها مونستر، فأنا مش عارف النطق كده بالألماني يبقى اسمه إيه؟ اه فعلا مونستر هي فعلاً؟ مدينة في ألمانيا بقى لها 1400 سنة تقريبا، في عاملة توأم مع أكثر من 18 مدينة برضه في مدن العالم، في المونسترية برضه في تونس هي برضه نفس الاسم يعني. رائع جدا. عايزين نتكلم على النجاح اللي حضرتك قمت بيه بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى في مسألة تقليص مدة العلاج الإشعاعي للليمفوما الجلد بدل 70 يوم لـ8 أيام. عايز اتكلم اكتر على ده وعايز اعرف هذه الابحاث استمرت لمده قد ايه يا دكتور؟
تمام يا استاذ يوسف، شرف ليا بصراحه اكون مع حضرتك النهارده. ربنا يخليك. يا الابحاث بدات من بعد ما وصلت المانيا بسنه، انا خريج طب اسكندريه 2006 وسافرت بعد انتهاء الخدمة العسكرية بتاعتي يعني سنة 2010 وصلت ألمانيا وأكملت التخصص بتاعي في مجال العلاج الإشعاعي، بدأت 2010-2015. الأبحاث بدأت من تاني سنة على طول يعني الحمد لله، من 2011 خلصت أول بحث 2015 قارنت فيها الجرعة القديمة اللي اخترعها عم الرئيس الأمريكي السابق جون ترامب، هو اللي حط الجرعة التقليدية من 70 سنة، والحمد لله قارنتها بالجرعة البسيطة اللي هي 8 أيام فقط، ونجحنا في 2015 بالتوازي مع جامعات أمريكية وكوبنهاجن إن احنا نتأكد إن الجرعة البسيطة فعالية برضو زي الجرعة القديمة اللي استخدمها جون ترامب، وأثرها الجانبية أقل بشكل ملحوظ، ويمكن تكرارها كمان أكثر من 3-4 مرات مدى الحياة. ده حاجة كويسة جدا. طيب أنا هيبقى في عندي برضو سؤال، هذا العلاج أو هذه الطريقة في العلاج وهذه الجرعات عمليا تصبح معتمدة وقبل للتعميم بشكل عام في سبل العلاج لهذا المرض؟ فعلا يا أستاذ يوسف، احنا بدأنا في كتابة الجايد لاينز الألماني من 2016، ومن أول 2016 دخل فيها البروتوكول دوت، وأنا شاركت في كتابة البروتوكول الألماني برضو 2021-22، وفي الجايد لاينز الامريكان NCCN موجوده برضو الجرعه بتاعتنا، وعاملين استشهاد بالبحث بتاعنا الحمد لله من اكتر من كذا سنه، يعني جميع دول العالم بدات تستخدم الجرعه دي. وفي الزياره بتاعتي لمصر العام الماضي برضو في ايادي المستقبل في اسكندريه تحدثت مع الزملاء هناك، هم كانوا بيدوا يعني جرعه معتاده لغايه دلوقتي، بس فهمتهم ان الجرعه البسيطه هتخفف الويتنج ليست في المراكز الاورام في مصر بالذات الدول الناميه، بحيث انها بتاخد 8 ايام بدل 70 يوم. والله طبعا يعني حتى التوجيهات الرئاسية بالقضاء على قوائم الانتظار بشكل عام، فما بالنا حتى في أهالينا اللي ممكن يكونوا بيتلقوا هذا النوع من العلاجات لهذه الأمراض، أكيد هم في أمس الحاجة إلى أنه ما يبقاش في قوائم انتظار. والله صحيح دكتور بالضبط، هو كده. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه، بس أنا يمكن هحتاج منك إيه رأيك في الكلام اللي أنا قلته في الأول، ومش عارف حضرتك سمعته ولا لأ. قلت إحنا ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بعقل مختلف، فالمصريين في كل حتة بالمصري القديم كده يقولك بيبينوا الأمارة، طول الوقت عندنا علماء في كل مكان، صح؟ بالفعل أنا حاسس برضو يعني كل المجالات مش طب بس كمان، صحيح. يعني في ألمانيا حوالي 1800 طبيب مصري ما شاء الله، يعني في مواقع مختلفة عاملين برضو شغل أفضل مني كمان، ورافعين علم مصر في كل الدنيا. تواضع العلماء يا دكتور، أدامه الله عليكم. ربنا يخليك. تسلم أستاذ يوسف، شرف. لازم يا فندم لما تنور مصر مرة تانية في زيارة قادمة لازم نشوفك بإذن الله. حقيقي. شرف ليا أستاذ حقيقي، ده احنا اللي نتشرف إن شاء الله. كل الشكر ليك يا دكتور خالد. دكتور خالد عبد السلام استشاري العلاج الإشعاعي والأورام بجامعة مانستر بألمانيا، أقدر كده أقولها لكم النطق السليم، خريج كلية الطب بجامعة اسكندرية. فهمت أنا بقول إيه؟ طيب خدت بالك دكتور خالد قال لك ايه؟ قال لك في غيري هنا في المانيا 1800 طبيب وكلهم في مواقع مهمه جدا في المنظومه الصحيه في المانيا. عرفت قيمتك ولا لسه؟ انت المواطن، انت اللي بتتفرج، عرفت قيمتك؟ هتشتغل على نفسك وهتبذل المجهود وعاوز بجد تتعلم وعاوز تغير هتغير. امال دكتور خالد ابن طب الاسكندريه عمل كده ازاي؟ اهو مخ وغيره 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 من كليات كتير منتشرين في كل حتة في الدنيا. فاصل ونكمل الكلام. هو كانوا يقولوا الفقي لما يسعد بتجيله عشوتين في ليلة واحدة، أنا بقى الفقي الأسعد عندي الثلاث عشوات. واضح الكادر؟ لا مش واضح. أنا هبدأ الأول بعنصر اليمين، مصطفى حجاج عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية
بالي واضح جدا من الهيئه طبعا احنا نفس القطايه نفس واضح صح اه طبعا جدا طبعا استاذ طارق الشناوي كم مجره العدم نورنا داخل الاستوديو يوم الاربعاء كلك ذوق دكتور اشرف زكي يادي النور يادي النور ربنا النقيب ربنا ازاي الصحه الحمد لله كله تمام كله الحمد لله يمكن النهارده عايزين نتكلم بشكل اكثر استفاضه عشان كده عندنا الثلاث عشوات في ليله واحده مهرجان الدراما تفاصيل المهرجان ده عايزين نقعد نتكلم فيها حبه وعايزين نعرف مكانة المهرجان ده ايه والمكاسب اللي نقدر نحصدها من وراء هذا المهرجان هستأذن ابدا الاول بدكتور اشرف انا طبعا انت صاحب الفكره مش صاحب الفكره اولا طبعا يعني بشكر حضرتك على هذه الاستضافه وخاصه انها يعني في احضان استوديو ماسبير استوديو 10 يعني احنا في ماسبير وفي استوديو 10 يعني وانا قاعد سرحت انا كنت باجي الاستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه الله يرحمه هو بيصور ايه هنا الهجان رافت الهجان طبعا نو في المكان نهايه الثمانينيات مش كده كنت باجي الاستاذ نور الدبرداش كان بيعمل مسلسلين في وقت واحد الله يرحمه اسمه صرخه بريء ومسلسل اسمه الطوفان الحيطه دي لو تتكلم هتقول حاجات كتير قوي استوديو خمسة ده اللي فوقينا كانوا بيعملوا فوازير بيعملوا هو وهي هو هي الفوازير كانت هنا الفوازير هنا واحيانا في استوديو خمسة هو وهي سندريلا كانت ليها اوضه بتبات فيها شوف من هنا هذه هي مصر هذه هي وليد الشرق لابد ان نقدرها احنا كان عندنا مهرجان كنا بنعمله زمان بيعملوا اتحاد الإذاعة والتلفزيون مظبوط وكان هذا المهرجان في التسعينيات صحيح يعني طبعا لغايه لا لغايه 2000 ما بقول بدا من التسعينيات لغايه 2010 فالمهرجان ده كان انا بعتبره بيت العيله العيله العربيه كنا بنلتقي كلنا صح تلاقي من كل اللجنه انا كنت مثلا عضو لجنه استاذ طارق عضو معاك بقى من سوريا وبدا معاك من السوري. انا بدا هنا احنا بعد كده روحنا المدينة بس أيوة. الدورات الاولى كانت هنا كانت هنا تعرفنا على بعض احتكينا ببعض عرفنا بعض عرفنا مخرجين عرفنا مؤلفين عرفنا اتفرج بينا نتفرج مثلا انت عندك التمثيلات الإذاعية فتلاقي البرنامج مش عارف ايه في غياب هذا المهرجان ال- 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 الكبير صحيح المهم بقى فيه فراغ والفراغ ادى لظهور حاجات أنا راضي عنها وحاجات أنا مش راضي عنها. إيه اللي مش راضي عنه؟ إزاي؟ فجأة أي حد يطلع يقول لك إيه إحنا عاملين مهرجان مسابقة ده أحسن ممثل ده. وناس لا هي متخصصة وناس لا هي فاهمة ويعني فيها أشياء يعني لا تليق. صحيح. لا تليق. في ناس صادقة لكن مش دي مكانة مصر. طبعًا. المكانة بتاعتنا كبيرة أوي. إحنا أوي. إحنا مصر. فكرنا ان احنا نعمل فكره وهو مهرجان القاهره للدراما طيب هذا المهرجان قعدنا نتناقش كل حبايبنا واصحابنا وبتاع احنا عاملين حاجه كويسه في النقابه دلوقتي ان احنا بنشرك مش اعضاء المجلس بس لا بنشرك زملائنا الدايره واسعه الدايره واسعه وعاملين جروب كبير عليه ناس كتير نبتدي نتكلم وعندنا قضايا كتير فنيجي نقول ايه والله القضيه الفلانيه دي هاخدها مثلا اشرف ومصطفى وفلان انا من المجلس معايا 3 4 مش من المجلس القضيه دي ياخدها جه المهرجان ده برضو من ضمن الحاجات عملنا له لجنه وقلنا اقعدوا فكروا قعدنا نفكر ومن ضمن الافكار هل يبقى مهرجان مصري فقط ولا عربي ولا للاعمال التي تقدم في رمضان فقط ولا طول السنه قعدنا نفكر افكار كتير جدا فانا دايما مستعجل انا عندي مشكله ان انا مستعجل ورأيي ان اطرق على الحديد وهو ساخن صح قلت هنبدا الدوره دي ولتكن اعمال رمضان فقط ونعمل لجنه مصرية فقط ومصريه فقط الدوره مصريه بمعنى مش اللي على المنصات المصريه لا مصريه بمعنى يعني مصري يعني بالابطال بالمخرجين الابطال المصريين الى اخره حلو تمام تعال نعمل الدوره دي واحنا بنعمل الدوره دي كده ومشغلين فيها احنا عملنا لجنه عليا اللجنه العليا بتبتدي تشتغل على اللي جاي ايه بقى بس خلونا نبدأ وبالفعل يعني ناس كتير استعدت فكان في دور مهم جدا وهو من رئيس هذا المهرجان
احنا كنا حاطين ان في شويه حاجات لو قدرنا ننجح فيها يبقى المهرجان في طريقه للنجاح باذن الله ان شاء ربنا. فانا رحت عرضت دكتور يحيى معانا وفعال جدا جدا جدا. يا دكتور يحيى قال لي انا مع النقابه في حاجه ومع الفن ومع مصر انا اوكي. فده اول مكسب حققنا طبعا. تاني مكسب ان انا اتكلمت مع الاستاذه المخرجه الكبيره انعام محمد علي الله 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 ان تكون رئيسا لجنه التحكيم. اللي احنا زي ما استاذ طارق يعني تعلمنا منه وعارفينه واعتقد ده مهم قوي في كلامه اللي هيقوله ان شاء الله ان اي مهرجان بيقاس بنزاهه النتيجه. صح. نتيجه نزيهه موضوعيه حقيقيه طبعا لا ليس فيها شبهه مجاملات. مهرجان عدى كسب سمعته خلاص. انما احنا بقى عاملين مهرجان بقى عشان نوزع على بعض ونكرم بعض عشان كده اخترنا الاستاذه انعام محمد علي. ثم الضلع الثالث المثلث وهو تنظيم المهرجان. فلجأنا لشركه متميزه جدا اللي هي بي او دي. والناس لما عرضنا عليهم الفكره حطوا ايديهم في ايدينا. حلو. وبدأنا نوزع مهام. كل حاجه مدروسه بالمسطره بالمسطره الزروش مفيش حد بيغزر. دكتور يحيى قال لي ايه ما تشغلنيش كتير. قلت له لا انا بعد ما مشيت لقيته بيكلمني قال لي اشرف انا فاضي الاسبوع اللي جاي كله كله كله. فبقى ايه كل خمس دقايق يكلمني اشرف ايه رايك لو كده مش عارف ايه في نعمل ايه نسوي ايه. فتحول لشاب صغير متحمس حماس غير عادي. عجبته الحكايه قوي فتحمس ليه قوي. من كام يوم بقول ايه يا جماعه على الجروب بتاعنا يا جماعه عايزين نعمل اجتماع اول واحد ديته بقول ايوه يلا انا جاهز. فالحقيقه انا سعيد بعوده الروح للاسره الفنيه المصريه. صحيح جدا. بعتقد ان شاء الله ان هذا المهرجان باذن الله يعني يسد فراغ مهم جدا ويبقى ليه هدف. هو مش معمول عشان نوزع جوائز. طب ما ممكن اوزع جوائز من غير المهرجان وزي ما بيحصل وبتاعه. لا عندنا هدف. ولجنه التحكيم في توصياتها اللي انا منتظرها بفارغ الصبر نتحدث لان الخط الباني للدراما المصريه الحمد لله في تصاعد. احنا النهارده احسن من امبارح وامبارح احسن من اول امبارح. والحقيقه المتحده الشركه المتحده لعبت دور مهم جدا جدا. النهارده ملحمه زي الاختيار. بس احنا قمنا عاملين ايه؟ اتفقنا من اول دقيقه الاختيار تكريم خاص. تكريم خاص لوحده. وبدانا نشتغل ولجنه التحكيم بدات تشتغل والحمد لله. وادعي ان اللجنه يعني من وجهه نظري يعني انها محايده جدا. ولو احنا مش عايزين لجنه محايده ما كناش اخترنا الناس. صحيح يعني طبعا طبعا يعني طب انا هستاذن حضراتكم جميعا في فاصل قصير وهستاذن كمان استاذ طارق. انا عايز ارجع بعد الفاصل استاذ طارق بهذا الشاب الرائع لانه بيجسد جيل وفي نفس الوقت هو جاي من فن كلاسيكي جدا. هتبقى رؤيته ايه من جيله ورؤيته ايه كرجل حرفته وفنه وشغفه حالة كلاسيكية جدا لهذا المهرجان. وبعدين طبعا استاذ طارق لما هنيجي نتكلم معاه بعد كده استاذ طارق هو اللي هيطلع لنا القطط الفطسة في الحاجة يعني ايه. لا ده شكر ليه؟ لا ده شكر والنبي والله دي صعبة دي ما بتحصلش كتير. اول مرة اول مرة ما بتحصلش كتير دي. هستأذنكم هروح لفاصل وخليك لازم تتفائل خيرا. يعني اسم يحيى واسم دكتور اشرف واسم مدام انعام يعني اسماء لازم ولجنه تحكيم جميله ورائعه. اقول لكم حاجه حتى قبل الفاصل والله انا من انصار دايما يلا بينا نطلع القطط الفاطسه لانه دي الحاجات اللي بتخلينا نجري ورا يعني اللي هو ايه بيرفكشن. انا مش عايز يبقى عندي غلطه. واحنا قدها وقدود ان شاء الله. ان شاء الله اجهز يا مصطفى اللي قاعده دي ليك انت. خلاص كلنا تعبانين والله خلاص فاصل ونكمل الكلام. طيب بص يا سيدي دلوقتي خلونا نجدد ترحيب بضيوفنا الاعزاء دكتور اشرف زكي استاذ طارق الشناوي وان شاء الله الدكتور قريبا مصطفى حجاج عندما ينهي كامل دراساته في الدكتوراه ان شاء الله. مصطفى زي ما كنت بقول المساله ان ناحيتك هتبقى جيلك ده من ناحيه بالظبط ومن ناحيه تانية انت جاي من اعماق فن الشديد الكلاسيكيه شديد الرقي فهتبقى رؤيتك عامله ازاي وتوقعاتك وتصوراتك لمهرجان القاهره للدراما النسخه الاولى اللي هتطلع
وبعدين ده رئيس المهرجان دكتور يحيى. يعني ما فيش. لا هو طبعا دكتور اشرف، بس قبل اي حاجه بيدينا دفعه للشباب عامه، يعني واقف جنبنا بشكل مش طبيعي، يعني ما حاسينه اب واخ وصديق في كل وقت، فدايما بنتعلم منه بصراحه. وان انا ابقى عضو مجلس في نقابه المهن التمثيليه ده بالنسبه لي شرف كبير جدا، فدايما دكتور اشرف بيطلع بالمفاجآت في المجلس. فقرر فجاه ان فكره المهرجان حلو. فاحنا كل طبعا يعني احنا كانت فكره برضو ان مفيش مهرجان للدراما اتعمل خالص، فاحنا بالنسبه لنا احنا هيبقى لينا نظره ان احنا عايزين نكبر المهرجان. هو لسه الدوره الزيرو. كنا عايزين يعني كنا هنبدا من السيزون الجاي، بس لا هو الدكتور عشان بيستعجل دايما طول الوقت، فعايز لا نبدا من رمضان اللي فات، يعني رمضان مسلسلات رمضان اللي فات هندخلها في امام لجان التحكيم بالظبط. حلو. ف اللي جاي بقى ان شاء الله النظره اللي على بعد محتاجين نكبر المهرجان يبقى للوطن العربي. ايوه هنا بقى البوينت، هنا الهدف ان احنا نكبره، وكمان مش الوطن العربي بس، لا احنا ممكن يبقى فيه من اسبانيا مثلا ضيف شرف، ضيف شرف. يبقى فيه يعني يبقى فيه كذا اوبشن نفكر فيه ان احنا نوسع بيه دايره المهرجان. فده بالنسبه لي طبعا يعني او بالنسبه لنا كلجنه او مع دكتور اشرف، فده بالنسبه لنا ادانا يعني دفعه ان احنا نعلي سقف التفكير شويه، ان احنا نوسع فكرنا شويه، لان يعني احنا برضو التاريخ بتاعنا احنا المال والبنون رأفت الهجان، يعني طبعا احنا في جيل ممكن يكون ما يعرفش ده، يعني ممكن دلوقتي، بس انا من الجيل ان انا يعني انا جيل يعني شفت رأفت الهجان كنت بحبه جدا، يعني كنت بتفرج عليه. مصطفى لازم قول انا 34 يا حبيبي. يعني انا اديك الصحه، يعني من شويه كان في حقبه زمنيه انا ما كنتش فيها اصلا، ما كنتش اتولدت. بس اقول لك يعني المسلسلات اللي انت قلتها مسلسلات عظيمه، بس انا الجيل بقى اللي كان بيشوف مسلسلات الابيض واسود. لا انا ما كنتش موجود يعني من شويه، كان قبل الفصل كان في احنا بنتكلم في ستينات وسبعينات، انا كنت موجود اصلا الابيض واسود اول الملون. لا انا ما كنتش موجود اصلا. فده بالنسبه لي طبعا وبالنسبه لزملائنا حاجه كبيره، وما زلت طبعا بتعلم من دكتور اشرف، يعني نفسي اتعلم ما نمش زيه. الظاهر بتوع بلدي دول ما بيتكلموش كتير، احنا معولين عليه يشيل الحلقه. راجل بتاع اداء مش بقى لا لا خالص خالص بنتكلم كتير والله، بس هو الفكره لا بنتكلم. وعلى فكره قبل ما مصطفى يخلص انا طلبت منه يفكر لنا في مهرجان للباليه والفنون الشعبيه. ده بقى هيبقى متخصص. اعمل كده وبقوه. هنعمل ده بجد، هنعمل كده. دي فكره لامعه وعظيمه، باليه وفنون شعبيه الاثنين. احنا البلد اللي فيها فرقه رضا. بالظبط. احنا الفرقه القوميه. فرقه قوميه بالظبط. احنا الاغاني الشباب. احنا الالات الشعبيه. احنا يا خبر ابيض فرقه رضا دي والقوميه دي يعني جواز سفر. طبعا سفينه غريبه فاهمي. طيب هنا العالم. اروح بقى لاستاذ طارق. انا لفت نظري الاول في كلام دكتور اشرف انه احنا الدوره دي او النسخه زيرو بالتعبير الصحفي هتبقى دراما مصريه 100%، ولفت وكنت هسال لقيت مصطفى لوحده بيقول ويمكن ان شاء الله الدوره اللي بعدها هنوسع النطاق يبقى المنطقه العربيه، لان كنت ساعتها اقول ايه طب وليه ده احنا مصر دي هي اول انتاج درامي عربي، انا محتاج اشوف الشركات العربيه ويعرضوا المنتج بتاعهم عندنا ونشوف ونقيم، يبقى في لجان مشتركه فيها ممثلين عرب وممثلين مصريين وما الى ذلك وهكذا. هل اقدر اقول انه ده واحد من ضمن المكتسبات المرتقبه انه يبقى المهرجان اكبر واعم واشمل؟ واظن انه هيبقى في اطلاله كمان دوليه، وانت اشرت لحكايه اسبانيا. هيبقى في. انا عايز اقول انه التلفزيون المصري دايما مرتبط لك ايه بدا عملاقا، فعلا بدا عملاقا من ايام الدكتور حاتم. طبعا وكان سمير صبري الله يرحمه يرحمه كان بيقدم مهرجان عالمي في الستينيات،
هو اللي بيقدمه وبيجيب من نجوم العالم. وسمير لانه بيجيد عده لغات وبيرقص ويغني ودمه خفيف وعنده حضور، كان بيطلع على المسرح هو لسه، قال لي انه كان حتى كان لسه طالب في الاداب او كده، وبيقدم الحفل العالمي، مش حتى مش القومي، انت عارف توجه كان قومي، توجه مصر ستينيات توجه قومي طبعا مع رئيس جمال عبد الناصر، انما كان في تطلع كمان عالمي. فاحنا اذا كنا بدانا دوليا فمفروض ان احنا فعلا النسخه دي، لانه ده كلام يحيى الفخراني وكلام اشرف انها النسخه زيرو. وانه كان طموح يحيى، قال لي ان هو طلب منك انه ناجل لما نبقى عربي، فانت قلت له لا خلينا، وجهه نظرك برضو سليمه، خلينا نبدا وبعد كده نطور. يعني اشرف قال انا مستعجل واداله ميعاد، قال له مش 21 مش كده، 21 في شهر 9 كويس سبتمبر هتعلن النتائج ونبدا هنا. فهو قرروا ان يكون نسخه زيرو. طبعا انا عشت المرحله واشرف كمان، لان كنا بنلتقي لما كان مهرجان الاذاعه والتلفزيون هنا في مسبيرو، وبعد كده راح على المدينه وكل لجان التحكيم من العالم العربي كله موجودين، والعنوان مصر. وكان اجمل ما في المهرجان ده انه ما كانش فيه توجيهات انه مصر تاخد الجوائز، لا اولا معاك من كل دول العالم العربي ونقاد ومبدعين وفي حريه في الانتقاد، وحريه ايضا في الاختيار، وانت كعضو مصري مش مطلوب منك تنحاز لوطنك. فانت لما بتبدا بنفسك وتختار الاجمل، مشهور ان انت وانت في لجنه التحكيم تختار العمل المصري لانك مصري، لا لازم تضرب المثل بانك انت لو عمل في دوله عربيه احلى من العمل المصري اديله صوتك. فده عمل ضبط للمهرجان واداله قيمه، وكل دوره كان فعلا بيحصل انه بيزداد الرقعه وتزداد كثافه الاهتمام. لما توقف في 10 بدات تظهر بقى ايه مهرجانات كتيره، حتى بتدعي بعضها انها لا توجه عربي لكن مجرد شكل. لكن كان هنا من مسبيرو، كان هنا المهرجان، وكان هنا التوجه العربي اذاعه وتلفزيون. انت عارف بدون قطع كلام حضرتك، يعني انا فاكر مثلا كنت عضو لجنه جوائز، هقول لك مين. ابناء الرشيد. مين؟ اثنين، منذر واياد واياد نصار. صح. حاتم علي. عملنا جايزه، الجايزه دي ايه بتاع اسمها احسن ممثل صاعد. فانا ايه، كان في مسلسل فيه ولد كان عاجبني قوي، فانا قلت لهم بصوا يا جماعه انا اقول لكم شبه مين قوي. قلت لهم فاكر الولد ده اسمه اسر ياسين ده؟ قالوا اه. قالوا قلت لهم يعني انا حاسس جايز تنطبق عليك، قالوا طب ما نديها لك. فانت خرجت مين؟ جايزه مسلسل. انا بضرب لك ثلاث اربع اسماء كده، اسر ياسين، منذر، اياد نصار، حاتم علي. لا ومن مصر كان في الاستاذ سعد لبيب، كان في اساتذه كبار. هشام سليم خد جايزه في لجنتين. الله يديله الصحه. خد احسن ممثل في المسلسل التاريخي المسلسل الاجتماعي. هشام سليم. المسلسل الاجتماعي كان جلال. لا وشوف الاعلاميين الكبار المصريين، بقول لك زي الاستاذ سعد لبيب، بتلاقي الاستاذ صلاح زكي، يعني مدام سناء منصور ربنا يديها الصحه. لما كنا في الاستراحه يا استاذ طارق نقابل كل العمالقه، رايحين نشرب شاي بتاع كل العمالقه في كل المجالات. مظبوط. كبار الاذاعيين. هي بقى الاستراحه دي، ده بجد مش هزار، بتدي لي دايما انطباع لما بشوفها، حتى لما الاقي ساعات كده مقتطفات بتطلع او حاجات تلاقيها على مسبيرو زمان ومش عارف ايه، اقعد ابص اللي هو ايه، يا دين النبي، ده احنا عندنا اسماء تخوف وتاريخ يزلزل الدنيا. اذا استاذنكم في استراحه ايضا فاصل ونرجع نكمل الكلام. نتكلم عنها شويه. طيب خلصت الاستراحة الإعلانية، كان زمان ما اسمهاش الفاصل، كان زمان اسمها استراحة بالمناسبة. طيب خلوني هرجع هنا بقى لدكتور أشرف. الكلام اللي أنا قاعد عمال بسمعه ده كلام يعني رائع جدا بالنسبة لي، فأنا يمكن هحتاج أكتر برضو المزيد من التفاصيل. يعني مثلا
احنا كنا نشوف في مهرجانات السينما انه في جوائز مفهومه يعني مثلا جائزه احسن اخراج، احسن ممثل، احسن ممثل مساعد، احسن ممثله، ممثله مساعده، الموسيقى التصويريه. في الدراما هتبقى ماشيه ازاي؟ يعني مثلا هيبقى في احسن تتر مسلسل، هيبقى في جائزه، ويمكن احنا اتكلمنا في حاجات متعلقه شبه كده في الفواصل بتاعتنا او في استراحاتنا، هيبقى في جائزه للممثل الثالث والرابع مثلا او للاعلان، يكون في اعلان معمول بجمال. لا هي الجوائز التقليديه اللي سيرتك قلتها دي حلو، ولكن الاضافه او الجديد ان في تكريم للاسطى اهو، ده حلو. تكريم للاسطى اللي هو الاستوديو ده مش هيشتغل من غيره اطلاقا. وزمان كنت بشتغل مع الاستاذ سعد اردش في مسرح القومي، فكانت علاقته بالاستاذات اهم علاقه. صح طبعا، وياخد رايهم. انا الاضاءه تمام عشان خبرته. التكريم الثاني لمخرج منفذ. حلو ده كمان. الناس دي يعني ناس بتبذل اعظم مجهود في الدنيا، ومحدش بيقول لها شكرا، محدش بعمره يكرمها. ومش شرط هيكون مخرج، يعني ممكن يظل يظل حياته كلها. الله يرحمه كمال رزق، وحيد محب، يعني في اسماء كثيره مهمه، اسماء كتير. صح، كان ممثلين النجوم ما يمضوش المسلسلات الا اذا عرف مين المخرج المنافس، يقولوا فلان، يقولوا خلاص. دوره مهم المخرج المنافس قوي جدا جدا جدا، دوره مهم جدا. يعني في الدراما ما ينفعش يطلع من غير. ايضا احنا يعني عينينا على الصف الرابع والخامس، يعني عينينا عليهم. هنعمل ايه بقى؟ دي مفاجآت. لكن عينينا عليهم، عينينا على جبر الخواطر، عينينا على شكرا لكل نقطه عرق، مجهودك ما راحش هدر، هناك من يتذكرك، هناك من يقدرك. هنخبط على ابواب ناس ممكن يكونوا غايبين دلوقتي، نسيناهم او هم انسحبوا من الحياه الفنيه. لا، هنقول لهم انتوا فين، تعالوا نلم الشمل تاني، تعالوا نسال على بعض، احنا اسره، تعالوا نلضم اسامينا. دي هنا بقى عقليه النقيب برضه. دي عقليه النقيب يعني، ودي حاجه مهمه. طب انا هنا عايز اسال مصطفى على حاجه، واحنا بنتكلم برضه على المهرجان يا مصطفى، وكويس انك انت ذكرت بس الموضوع. بس اسمح لي. اتفضل يا فندم. فخامه الرئيس دايما بيتكلم في جبر الخواطر. جبر الخواطر طبعا. واحنا بنوعده هيكون في جبر خواطر باذن الله. ان شاء الله ربي يجبر بخاطرنا جميعا بقدر ما هنجبر بخاطر الناس. انا بس عايز اقول حاجه. قول. ان الميزه الكبيره اللي في الموضوع ان المهرجان في حضننا. يعني 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 مش مؤسسه غريبه، يعني مش حد غريب، اهله اهل الفن هم اللي بيعملوا. يعني هي دي، يعني هي دي هو ده مربط الفرس، ان تبقى حاجه بتاعتنا في حضننا احنا بكل تفاصيلها. بكل تفاصيلها. ما هو مين يعني فكره ان احنا بنتكلم على النقابه والمتحده وكل حاجه، كل حاجه، رئيس المهرجان ورئيس لجنه التحكيم، كل حاجه، الكل احنا بالظبط. عشان كده في جايزة أفضل أسطى، جايزة أفضل، يعني في حاجات إحنا كلنا مع الدكتور إحنا اللي لمسنها، إحنا اللي حسنها، حسنها إحنا، إحنا عارفين يعني الأسطى ده قيمته إيه بالظبط. من زمان، من شوف، أنا بقول لك أستاذ سعد في القومي، شوف الاستوديو ده إلى آخره، الناس دي لازم تاخد حقها. والأهم من ده كله إن هذا المهرجان هيبقى بيدي نوع من المنافسة السنة الجاية. تلاقي بالزبط. أنا عايز أخد أحسن ممثل، وده عايز في طبعا جايزة لأحسن ممثل صاعد، في جايزة لأحسن ممثل كوميدي، يعني اللجنة شغالة. ما هو ده هيبقى من شأنه فعلا عملية تطوير جوه الصناعة، لأنه هذا التنافس هيدفع بالمزيد. وشكل المنافسة هيختلف دلوقتي طبعا، لأنه مش هتبقى المنافسة على كيكة مين بيشوف أكتر، لا، هتبقى المنافسة على مين قدم عمل أحلى وأجود وأكثر تفوقا. طيب لا، ما قبل تايم اوت لسه ما سالتش مصطفى يا عمرو زكريا المخرج، ما تدلوش جايزه عمرو، فوت دي عشان تعرف تاخد جايزه قدام. بس هتبقى موضوعيه، شد حيلك انت بقى. انا يمكن سؤال الاخير يا مصطفى، معلش بعد اذن حضراتكم جميعا، لما قلت انه وارد جدا انه ربنا يسهل في النسخه الجايه يبقى في عندنا ضيف الشرف في اسبانيا، انا اظن كمان ان استاذ طارق ودكتور اشرف قد يتفقوا معايا في الفكر. هي المساله في انه اقرب شكل فني لينا في الصوره مش امريكا، اوروبا وامريكا اللاتينيه، وانا معاك في حكايه اسبانيا جدا. أوكي. هل احنا بقى هنبدا نعمل هوم ورك بتاعنا من دلوقتي؟ يعني هنحتاج نشوف شغل اسباني وامريكا اللاتينيه كتير. طبعا. ليه بقى؟ عشان بس انا عندي تخوف بسيط. اتفضل. التناولات المتعلقه بتقاليد عامه وحدود اخلاقيه
العالم مختلف عننا هنراعيه كتير أكيد. اكيد طبعا. بس كمان شركات الانتاج اصلا انا بشوف الاسباني ده كتير قوي، امريكا اللاتينيه ده كتير قوي. شركات الانتاج عندها عدد مهول او حجم مهول من الانتاج. هتبداوا تعملوا هوم ورك ده امتى؟ ده انتوا يا دوب هتخلصوا المهرجان اللي هيبدا يوم 21 سبتمبر. عشان وكمان مش هيبقى مقتصر على مسلسلات رمضان يعني، هنخش على المنصات كمان يعني. حلو يعني انتاج يعني المنصات بالظبط، انتاج كله كله طبعًا. كل ما يقدم المفروض كله. المفروض الدنيا اتفتحت اصلا، ما تقدرش تلغي نافذه زي المنصات وتقول لا انا فقط لا خلاص فضائيات خلاص الاوف سيزون يعني كل حاجه. احنا الاوف سيزون اللي هو ما بقاش اوف سيزون، ما بقاش خلاص. ودي برضو كانت من ضمن التحركات المهمه اللي حصلت اللي خلقت ديناميكيه جوه الصناعه. المسلسل بقى 12 شهر، السنه بقت المسلسلات القصيره السنه بقت 12 شهر وما عادش لازم 30، بقى في 12 وفي 8 وفي 7 وفي 5، ما عادش يقول لك لازم 30 لا مش لازم. طب هيبقى في مشاركه اخير معلش يا عمرو، هيبقى في مشاركه للدوكيو دراما في اللي هي خليط ما بين الوثائقي وما بين الدراما؟ اكيد كل شيء وارد. هو دكتور يحيى يعني عايز بص دكتور يحيى عايز يفتح دوكيو دراما. لا وجود يحيى الفخراني فعلا طبعا مطمئن جدا، لان هو متفتح الذهن ودايما بيحدث ادواته. هتشوفوا على الشاشه قد ايه متالق لغايه اللحظه طبعًا دي طبعًا. فهو التحديث ده او الفنان يحيى المتالق ده دوما انا واثق انه هيعمل مهرجان مختلف وعصري. اصل هو على ذكر دكتور يحيى الفخراني اللي هو ما فيش حد يختلف عليه ده طبعا، ومش انا اللي اشهد، دكتور يحيى غير لي حياتي في حاجتين، حاجه منهم خرج ولم يعد وده جد مش هزار يعني. وانا مدمن افلام خان، اظن المفروض كل الناس تدمن افلام خان يعني، بس كمان بالحجم العائلي لان انا بدات افكر في نفس التجربه. انا هطلع على البحر واحده ديالا خليل انت مقطوعه تلميذه محمد خليل، اعمل نفس المساله واروح اقعد هناك يعني. بس يعني الشايب عمل افعيله فيه لما هيكتمل اللي عاوزني يجي لي في البحر الاحمر. انا عايز اشكركم جدا بجد على تشريفكم لينا، واشكركم جدا على انه لما بتتكلموا على مهرجان الدراما او مهرجان القاهره للدراما فكان لنا حظ في انه تتكلموا فيه عندنا في هذا البرنامج التاسعه على القناه الاولى زي ما قال لان البدايه كانت هنا، البدايه كانت هنا كانت في مسبير الاستوديو ده باجي هنا شاف حاجات على اول مهرجانات التسعينيات. لو الحيطان دي تتكلم يوه حكاوي انا قعدت على كرسي، قال لي عارف الكرسي اللي انت قاعد عليه ده بتاع مين؟ قلت له مين؟ قال لي ده بتاع الاستاذه صفيه العمري لما كانت بتعمل مسلسل كذا، فبقيت مش عايز اقعد على الكرسي. انت مش عايز اقعد على الكرسي كده هبوظه. والله اشكركم جدا، نورتونا وشرفتونا. مصطفى حجاج، دكتور اشرف زكي، استاذ طارق، والجيات باذن الله كتير. وارجوكم احنا مش هنعمل ثلاث حلقات، احنا هنعمل عشرات الحلقات ارجوك. شكرا جدا ليكم، ولو كلنا العمر ان شاء الله نتقابل يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة. سلامات.